المرحلة اللي فاتت دي اللي كانت بتقتضي التفاوض مع الشركات كانت بتقتضي السرية. يعني مش ممكن النهارده اقعد مع الشركات النهارده واطلع اقول لك انا تفاوضت مع الشركات وده قال لي كذا وده قال لي كذا. المرحلة الجاية مفيش فيها سرية. مرحلة شفافية تامة. زي النهارده ما لما جينا نبني مسجد في الجامعة وجينا نهد المسجد الصغير اللي هو كان ما بيسعش 100 واحد وعاملين مسجدين ياخدوا 2500 قعدوا يقولوا جاب النصار بيهد المساجد وجاب النصار العلماني والزنديق وما اعرفش ايه والكلام ده كله. النهارده بعد اقل من شهرين الصور بتتكلم ان الجامع اللي كان 100 واحد احنا النهارده عندنا جامع بيسع للطلبات 600 وجامع بيسع للطلبه 1600 طالب وحاجه طريق بالفريضه. يبقى ما بنهدش بقى الجوامع، احنا بنعمر مساجد ربنا سبحانه وتعالى.